وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد السيد محمد جعفر ميلاد عضو مجلس النواب عضو الوفد المشارك في اجتماع الاتحاد البرلماني العربي أن هذه الجلسة الطارئة خصصت لبحث التداعيات وتطورات قضية القدس في ضوء الممارسات الإسرائيلية والمستجدات الأخيرة في حق الشعب الفلسطيني. هذه الجلسة خصصت للأحداث والمجازر التي ارتكبت في حق الفلسطينيين العزل نظير مطالبتهم بحقوقهم المشروعة. وتعرض طبعا رئيس الوفد السيد جمال محمد فخر النائب الأول لرئيس مجلس الشورى بتوصيات في كلمته ركز فيها على أهمية توفير الدعم الكامل والضغط السياسي المطلوب على الكيان الغاصب من أجل استرجاع الحقوق، وخرجت بعدة توصيات من جملتها أن العرب ما زالوا هم دعاة سلام، وكل الوفود توافقوا مع كلمتنا في أنه يبد وأن ندعم بأننا نحن الراعي للسلام، خصوصا مع قرب اتفاقية أوسلو، وكان الأساس على أساس تنازل الأرض في مقابل السلام. فبالتالي أوسلو قربت الانتهاء وأخذوا الأرض ولم يعطونا السلام، فبالتالي لابد من الضغط السياسي.